أعتقد المكان هذا مهم أن الواحد يكون فيه على أساس ينقل رسائل واضحة وكثيرة للمشاهد واللي يتابعون الحوار هذا. البحر لأهل دولة الإمارات مهم جدا تاريخيا، أهلنا راحوا الغوص وتاجروا في الغوص وكانت تجارتهم بين الشرق والغرب، وكان عندهم صناعة السفن وتبادل تجاري في كل الدول المجاورة منها إلى قارة أفريقيا. ولكن اللي يهمني في اللقاء اليوم وليش اخترت القطاع الصناعي والتنمية الصناعية لحديثنا اليوم، اليوم نحن يجب أن نعرف شو الأشياء الأساسية اللي الدولة ترتكز عليها خلال السنوات القادمة. القطاع الصناعي أعتقد من الأشياء الأساسية للبلد. لما مرت علينا جائحة كورونا عرفنا مدى أهمية الصناعة في البلد عندنا، فبالتالي صار في ضغط على القطاع الصناعي المحلي، زاد الطلب، زاد الاعتماد على المنتج اللي في البلد، فبالتالي كنا غافلين عن القطاع الصناعي شوي، وبدأت المصانع اللي في الدولة تشتغل أكثر. نحن إذا منقارن الإيرادات أو نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لدولة الإمارات قبل 10 سنوات كان تقريباً 8%، اليوم للأسف النمو عندنا في 10 سنوات فقط 1%، يعني وصلنا 9%، وهذا شيء بصراحة محزن ومخجل. إلا نحن يجب أن نركز على قطاعنا الصناعي أكثر، يجب أن ندعم قطاعاتنا الصناعية أكثر، عندنا مشاريع طموحة كثيرة، ولكن يجب أن بعد نحط الأولوية، أولوية القطاع الصناعي. أنا بس بعطيك مثال، في مجالات كثيرة وفي دول كثيرة لنا نحن كدول داخلين فيها أو معاها شراكات استراتيجية، يجب أن نستفيد من تجارب، يجب أن نستفيد من تعاونهم، يجب نستفيد من ثقتهم فينا وثقتنا نحن في التزامهم. لأن اليوم لما تلتزم أنت كدولة مع دولة أخرى في مجال استثماري صناعي تجاري يجب يكون اتفاق على مدى طويل، ويجب يكون على أسس واضحة، ويجب أن يكون في ثقة، ما تكون في أي مفاجآت، تغيير قوانين، تغيير أنظمة، إقحام السياسة في الاتفاقيات وتغييرها لمصالح معينة. لا، يجب أن يكون الاستثمار استثمار لمصالح متبادلة بين الدول وتكون على ركائز قوية، أهمها ثقة الدولة بالدولة الأخرى، عدم تغيير الأنظمة والقواعد. اليوم أنا بس بحط الأولويات على بعض الدول اللي هي نعتبرها نحن مو بشريك استراتيجي كتبادل تجاري، ولكن كشريك استراتيجي لنقل تقنية ومعرفة الصناعة لدولة الإمارات. يهمنا نحن أن نركز على القطاع المحلي، كيف نقدر نخلق مواطن يقدر يكون مواطن منتج يعمل بشكل محترف، المستثمر اللي يجي من الخارج يقدر يتكل عليه في الإنتاجية، فهذا يتطلب أن نرفع من مستوى التعليم، ثقافة المجتمع الإماراتي، انفتاح المجتمع الإماراتي للاستثمار الخارجي، للاستثمار الأجنبي.
فأرجو أن الناس والأخوة المواطنين يساهمون في التنمية الصناعية في دولة الإمارات اللي بتكون مقبل علينا خلال العشر والخمس سنوات القادمة. بيئة دولة الإمارات بيئة جذب التنافسية الصناعية، التنموية، التجارة، الاقتصاد، الاستثمار، وهذا نحن قاعدين نركز عليه على أساس نجذب بقدر الممكن من الاستثمارات، وبالأخص استثمارات تجينا من دول صديقة خليجية في دول من الدول مجلس التعاون أو الدول العربية. عندنا بعض المشاريع قمنا ويا بعض الدول، وفي مشاريع تنموية قائمة أو بتصير خلال الفترة القريبة معهم. طيب العمر، حسب وجهة نظركم هل ممكن تسليط الضوء على بعض الأمثلة لقطاعات التركيز الأساسية في المجال الصناعي؟ أنا بس بعطيك الأولوية في القطاع الصناعي. الأولوية للقطاع الصناعي، التركيز في الصناعة الغذائية مهمة جدا، الصناعة الدوائية مهمة جدا، والصناعة العسكرية مهمة جدا. الصناعة الغذائية عندنا شراكات مع دول مهمة، وبدأوا يحاولون المصانع ومعرفة وتقنية استخدام والعمل في المصانع هاي في دولة الإمارات. الصناعة الدوائية صارت مصانع وخير التجربة لصناعة الفاكسين في دولة الإمارات، وفي أدوية كثيرة وفي مصانع كثيرة في دولة الإمارات، وفي لها جذب وفي لها طلب مو فقط للسوق المحلي، ولكن نحن مركزين على تصدير المنتج المصنع في دولة الإمارات خارج الدولة للدول المجاورة والدول القريبة. وأيضا ثقة المستثمرين قاعدة تزيد من الخارج أنهم يستثمرون عندنا. طيب العمر، ربما هو السؤال الأخير، يعني مثل ما تفضلت رؤية شاملة متكاملة تنطلق من الجذور مرورا بالاعتماد على النفس وصولا إلى تحقيق أيضا مستقبل طموح مستند أيضا كما ذكرت على خطط واستراتيجيات أرقام وحقائق واضحة المعالم. شكرا سموك على هذا الحوار، لكن في النهاية أبغي من سموك رسالة تود أن توجهها لكل الحاضرين لأعمال القمة العالمية للحكومات، وخصوصا من يحضرنا من خارج دولة الإمارات. رسالتي الأولى لهم أن يجب أنهم يعرفون أن دولة الإمارات عندها شفافية كاملة، ودولة يقدرون يتكلون عليها ويعتمدون عليها. لن يجد أي مستثمر مخالفات قانونية، ولن يجدوا أي مفاجآت تضر في استثماراتهم. نحن مندعم بيئة الاستثمار في دولة الإمارات بأي شكل من الأشكال، بيكون في تعاون بيننا وبين المستثمرين في دولة الإمارات بكل الأشكال. قوانين دولة الإمارات قوانين واضحة، إذا تحتاج تعديل سيتم تعديلها وإصلاح القوانين فيما يخدم مصلحة الدولة. رسالتي للمواطنين في دولة الإمارات، مهم أنهم يجتهدون في التعليم ويتفائلون بالخير، ويعرفون أن قيادة دولة الإمارات على رأسهم صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه مهتم كثير في دعم المواطنين والتركيز على إنتاجية المواطنين. والمواطن مهم يستفيد من التنمية الصناعية اللي ممكن تصير في دولة الإمارات في الفترة القريبة، وهذه فرصة أن نحن ننوع من الاعتماد من قطاعات محددة إلى قطاعات متنوعة. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، شكرا جزيلا على هذا اللقاء المميز. شكرا وتحياتي للجميع، وكل عام وانتم بخير.